الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا ثم ما بعد. وكتاب كني صحيح الآداب الإسلامية ودرس كني لحية طبناد حونك بلابن يا هلك مصنف كوي رحمه الله تعالى شد لحييه وتليين مفاصله. شد لحييه لبدي سيل لف قرود إن ليسكو دجيو ليسكو أتكيو يو تليين مفاصله حبنه سي إن لدبعي الروحي ميت كاها غالبا وحاد عضا انت الروح مركو لمن يئنو افكا وكالتشيدو وقول الذي سوأي كالتغان وكافكين ليسو بعليو حبنه سي انت يعني اتكانينو اني توفينو كالتغن ان حبنه سي مركا لدبعيو. وروى ابو داود نحوري بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها عائشة وحال قوري إله يكرر لنقضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي قحويلي كسر عدم الميت روح ميت كالنتي لفتي سجبنتي ذا إن لفتي سيلة جبيو ككسره جبنتي سيو كالي لمتاي حيا حال كونه حيا سقو النول جبيي مركز إذا سقو النول ودمقنية ayuu qofku marka uu dhintay naftu ay ka baxdana yaani marka wixii jirkiisa lagu sameeyay la gaarsiinayo marka uu damqanayo kasru adm al mayit ruuhan intay laftiisa oo la jabiyo ka kasrihi jabintiisa bay la mid tahay uu yiri hayyan ay xaal kooni hayyan isagoo nool yaani isagoo la jabiyay oo kale tawjihihi qofki dhimanaya in loo jeediyo oo la qaabiliyo ila al qiblati qiblada xaqeedii loo jeediyo. روى أبو داود حوري وهو حسن بشواهده حديث كنا وحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أبو هريرة وحال قوري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي إن حريسي أن بدقلي إي أمان قيمي بدن دوشي سهاهاتي قال وحوري البيت الحرامي بيتك حرمض له صدح أرموت كبائرتي وكشكيني نبي قمرك وحكم ذهيد استحلال البيت الله الحرام بيت كإله حرمضة لإلا حلاشده ومركا ديق لقدادي محلو شايد كمركا هادا ينقل قصية وحوية قبلتي كون قبل ديني أحياء كوين النول إيا وأموات كوين الانتيبة قبلته وحيؤتها قبل كوين النول إنا الصلاة دي عبادات كي لقابلان يعني كوى الانتين قبل يؤتها يحقي قبل دي إن لوتي دي ومركا نفط غي كبحيس تجريده إن لقد ارتره من سيابه لركيسي إن لقد ارتره أو لقى يعني مركا لمرحيه مركي لدقى يقفك لنطي إنت عورض أمويان. رواه أبو داود باوريني بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها تقول عائشة وحيلاتها لما أرادوا مركي الصحابة الدونين غسل النبي صلى الله عليه وسلم نبي قال لقتان كيسي ميرتان كيسي مركي دونين قالوا وحي لهدي والله إلهي بأن قدرني ما ندري مؤقن أن نجرد ميان ودرترين رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي ميان ودرترين كمرحننا من سيابي دركيسا كما نجرد سدان ودرترنا كلموتانا كو يغدين طيب أم نغسله مسوان لقينا نبي صلوات الله وسلام عليه والحال عليه دوشي سنة سيابه مريه سيؤسته نبي من دركان كان بحين الناس إذا بشر كعادقة بس مريه سيبان دوشي سكون لقينا فلما اختلفوا مركي إسخلافين أرهن كاسو قارني لهذه المريه عن كب حينه قارني لهذه النبي مريه هلودا يبشر كخلالم دماهي ألغى الله إلهي وحو كتوري عليهم دشو ذا النوم هرداء كتوري ويل لأولو المودين حتى ما منهم إلى أن كمدهين رجل إلا وذقنه إلا لفقريت كيس في صدره حبت كيس يلابتي سدح ذي سايحات
qofkasta iyaga ka mid a lulmaa lagu tuurayo markaasuu lafta gadhka iyo xabadku isa saaray ruuxu markuu lulmoodo. uma kallamahum, waxaa la hadlay mukallimun, mid la hadlaya malag baa loo soo dirayo, kaasoo min naaxiyati lbeyti, guriga dhinaciisa ka hadlay, kaasoo laa yadruuna aanay garanayn man huwa, ciduu yahay, qaa'ilan xaalu leeyahay, an iqsilu nabiya sal allahu calayhi wasalam, nebiga dhaqa, walxaal calayhi, dushiisana siyaabuhu, maryihiisa, yaani markaa uu sito, faqaamuu way istaageen ilaa rasuuliillaahi sala allahu calayhi wasalam, nebi maxamed xaggiisay isu taageen, faqasaluuhu, way dhaqeen, walxaal calayhi, qamiisuhu, dushiisana qamiiskiisii uu saaran yahay, yasubuuna almaa'a, biyaha ayay ku shubayeen, fawqa alqamiisi, qamiiska dushiisay biyaha ku shubayeen, wayudallikuunahu, wayna marmarinayeen, bilqamiisi, qamiiska ayay marmarinayeen, duuna aydiihim, gacmahooda sukodiisa ayay khamiiska marmarinayeen. wa kaanat caaishatu, caaisha waxay ahayd, taquulu, tii tidhaahda, low istaqbaltu, haddaan qaabili lahaa, min amri arrinkayga, xaalu ka mid yahay, mastadbartu, wixii aan u daba jeediyey, calayhi, dushiisa, maa qasalahu, maanay dhaqeen nebiga sal allahu calayhi wasalam, ilaa nisaa'uhu, dumarkiisa mooye, cid kale may dhaqdeen. markii dambe caaisha waxay xusuusatay xadiis nebiga ka sugnaadayo oo caaisho ku yidhi, marka ay ku tiri madaxa ay xanuunaya, buu yidhi anigaa madaxii xanuunaya, laakiin ma dhib bay kugu haysaa, buu yidhi aniga hortay haddaad dhimato anigaa ku dhaqaya oo ku kafmaya, buu ku yidhi nebigu. xadiiskaasay xusuusato waxay leedahay, low istaqbaltu min amri, arrinkayga haddaan qaabili lahaa, hadda anoo xadiiskan xusuusan, mastadbartu, wixii aan u daba jeediyey soo dhaafay, maa qasalahu, maanay dhaqeen nebiga, ilaa nisaa'uhu, dumarkiisa mooye, cid kale maanay dhaqeen. macalushaahidku marka waxa weeye, kamaa nujaridu mawtaana, yacni dadka sidaanu kuwa yaga dhintay u dhartirnoo kale, taqdiyatuhu, in lagu daboolo ruuxii dhintay, bisawin, maro in lagu daboolo, ila almuxrima, ruuxii muxrimka ay xajka isagoo gudanaya ama cumro gudanaya dhintay mooyaane. falaa yuqadaa, la dabooli maayo, wajhu, wejigiisa, iyo waraasuhu, ruuxii muxrimkaa wejigiisa iyo madaxiisa midna la dabooli maayo. rawa albukhaariyu, wuxuu wariyey can ibni cabaasin radiallahu canhuma, cabdullaahi ibnu cabaasna waxaa laga wariyey, ilaahi isagii aabihiiba allaha ka raalli noqday, annahu qaala, inuu yidhi nebigu salawaatullahi wasalaamu calayh, baynamaa goor oo rajulun, in waaqifun, uu taagan yahay, bicarafata, carafo uu taagan yahay, id waqti waqaca, uu ka dhacay, can raaxilatihi, gaadiidkiisii hashiisii buu ka dhacay, fawaqasatu, markaasay yacni luqun jebisay, aw qaala, wuxuu yihi faawqasatu, way qoor jebisay, waa isku macni, waa sheeku raawi. qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam, nebigu wuxuu yihi, iqsiluuhu, bimaa'in, biyo ku dhaqa, iyo wasidrin, caleengob ku dhaqa, buu nebigu yidhi salawaatullahi wasalaamu calayhi, wakafinuuhu, waxaad ku kafantaan, fii sawbayni, laba maro dhexdoodna ku kafma, walaa tuxaniduuhu, barafuun iyo cadarna ha marinina, walaa tuqamiruu, ra'sahu, madaxiisana ha daboolinu, ha qarinina, fa innahu, isaga, yubcasu, waa lasoo bixinayaa, yowma alqiyaamati, maalinka qiyaame, qiyaamada maalinkeeda lasoo saarayaa, mulabbiyan, asagoo talbiyeysanayo, labbayka allaahuma labbayk, labbayka laa shariika laka labbayk, in alxamda wanicmata walmulka laa shariika laka labbayk. taxsiinu lkafani, ruuxii dhintay kafantiisii in loo hagaajiyo, kafanta loo hagaajiyo, oo kafafunki fiican iyo maro waasica in lagu kafmo. fa fi saxiixayni, waxaa ku sugan can jaabir ibni cabdillaahi radia allahu canhuma anna rasuula allahi sala allahu calayhi waalihi wasalam, nebi maxamed naxariis iyo nabadgelyo iyo ammaan qiimi badani dushiisa ha ahaatee, qaala, wuxuu yidhi, idaa kafana axadukum, midkiin hadduu kafmo, akhaahu, walaalkii, falyuxasin, kafanahu, kafantiisa ha hagaajiyo, ayuu yidhi nebigu salawaatullahi wasalaamu calayh. attacjiilu, in la dedejiyo, bitajhiisihi, ruuxii dhintay qabanqaabadiisii in la dedejiyo, iyo wadafnihi, aasitaankiisii in la dedejiyo, idaa tayaqanuu, markay yaqiiniyaan oo ay xaqiiqsadaan, mowtahu, geeridiisii ay xaqiiqsadaan.
رواه البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي وحينا اسرعوا بالجنازه جنازتي لدقدقه ميتكي لدقدقه ودجيا فان تكن هديتها صالحه مد وناكسا جنازه نف وناكسا هديتها فخير خير با تقدمونها اهر مرينسان جنازه يا ميتكا وان يك هدو يا سوى ذلك كاس وحان اهين كدو هدو يا فشر شربا تضعونه كد جنسان عن رقابكم قوره ندشودات كد جنسان دتكون والبو نبي وحول مستريح ومستراح منه وروح راحيستي وادمي دبتيد يرفات كدي كراحيستي هي روح لغا راحيستي روحا راحيسن يا مركه روح مؤمنك وروى الترمذي وحوري وحسنه عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له نبي حكول يا علي علي ثلاث صدح لا تؤخرها هدبرغ الصلاة صلاة إذا أتت مركي تمادو صلاة هدبرغ والجناسة جناسة إذا حضرت مركي صوحة درتميت كي لكيننا هدبرغ والأيم هوين دين لأنت أهيدي قربت أهيدنا إذا وجدت لها هذا شو كفعا يعني أهبون هذا شو كافي مدو أهبون هذا شو يسأل يدنا هذا بلغم بكير نبي صلى الله وسلم عليه آداب الجنائس جنائس آداب تيديب باب يحي عدم النعي يعني خبر جيريات كي روح لمشدي سي إن اللياهين وأن لقور منه نعي وجاهلية وحيولين شرين إنك يهبل هابا لنتيها اللي يسوسوا بحو يعني فرس بي يام الدمير بي كله وريق شرين نعي نوع عاصمر كلما أقول لكن كما عدي حافظوا إنا يسوق يسيسوا قروح يهبل بعد انتيا وقت قاسا اللي قلت كان يا صلاة دي سهل قصوا غيب قلو لما دي دنا روى الترمذي وحوري وقال حسن صحيح عن حذيفة بن اليمان حذيفة بن اليمان وحال قوري رضي الله عنه أنه قال وحول إذا ميت هدان دينتو فلا تؤذنوا هاي أغيسينين بي أنيغا عدنا هاي أغيسينين إني أنو أخاف عن كعب صنيا أن يكون إنو إعلام كاسئون نقضو نعيا أغيسيس إنو نقضو فإني سمعت أنو وحان مقلي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كإلهي بان مقلينها إسهو الربية عن النعي خبر جيريات كائن لشيغو اللبافية الروحي عدم لطم الخدود دبنادا ان ان لا غرغراعين روحا مصيبه يا غيردو مركي كو تيمادو اي وشقي الجيوب اي لابه ان لان لا دلدلاعين قالد waxay sameen jireen khamiska yani haga sare adii la yikuru bay ka dilaacin jireen dumar kuna diracooda ama cambuurka ay qabaan meesha dhunta laga galiyo halkaas uu ka fududeeyay markii ba in la jeexjeexo si masiibada loo muujiyo dhaqankaas oo dhaqankii jahiliga أيو النبي قريبية ففي الصحيحين وحاقصه عن بخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود وحال قورني رضي الله عنه إلهي كرر لنقضي قال وحوري قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحوري ليس منا نجمد ماها من لضم الخدود دبند الروح للرباحة أو شق الجيوب لا بهنا دل دلاحية ودعا ويرد بدعوة الجاهلية جاهلية يرمد يدين ويرد وحي جاهل يقولون شرين هوق نيي يعني باء نيي وانك أفكار لقود لقاي شير هبل مانتي بابين حيامين نوع عسى يقولون شرين لوبا عدم النياحة برورتي إنا نيبناني روحي ميت كاين لو برورتو ففي الصحيحين وحكسوا عن معادية رضي الله عنها قالت وحيث أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحنا قاضي دمر كي هدانو نهي عند البيعة بيعة أكتي دي مركو بيعة لقى قاضي أن لا ننوح إنا ننبرورا وأنا نقيل أي نقى قاضي يعني نياحد وحوي واس يعني صوتك يقيل يبوق الاسكود روح روى مسلم وحوري عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحولي أربع أفر في أمتي أمضي ذا لحذي ذا من أمر الجاهلية جاهلية ذا أمر كيدي لقن كيدي بو كمدي هاي
laa yatrukuunahunna ka tegi maayaan alfakhru faanu fi laxsaabi, yacni nasabka ay isugu faanayaan, meeshay ka soo jeedaan isugu faanayaan. Haddaad aragto qof meeshuu ka soo jeedo ku faanaya anugu ree hebel baan ahay, xaggan ka soo jeedaa, qurac iyo qansax baan ka soo jeedaa, waxa weeye waa dhaqan Ibliis, caado ka mid a caadaadkii Ibliis iyo dhaqamadii Ibliis baa ku jira. ilan Ibliis baa asalkiisa ku faanay oo wuxuu yidhi ana khayrun minhu, yacni khalaqtanii min nuurin wa khalaqtahu min naarin wa khalaqtahu khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min diin, anigana dabbaad iga abuurtay isagana dhoobaad ka abuurtay. iyo wadacnu duritaan la duro fil ansaabi, nasabkii la duro ruuxa nasabkiisa wax laga sheego waa dhaqan ka mid a dhaqamadii jaahiliga. iyo walistisqaau, roob dalab lagu roob dalbo, binnujuumi, xidigihii lagu roob dalbo oo la yidhaahdo yacni saxal iyo seermaweydo iyo dirir iyo afagaalle iyo hebel iyo hebel baa wada fadhiyayo sanadka inay sanad barwaaqa ay tahay waan garanaya. iyo waniyaaxatu, baroortii meydka loo barooranayay. waqaala wuxuu yidhi annaa'ixatu, midda barooranaysa dumarka meydkii u barooranaysa, ninkeedii baa dhintay ama walaalkeed baa dhintay ama aabbaheedaa dhintay. idaa lam tatub, haddaanay ka toobad keenin baruurteeda, qabla mowtihaa, dhimashadeeda ka hor, tuqaamu, waa la soo joojinayaa, yowma alqiyaamati, maalinka qiyaamaha la soo joojinayaa. walxaal calayha, dusheeda u ahaaday, sirbaalun cambuur, sirbaalkoo min qadiraanin daamur, yacni markaa laga sameeyey naxaas laga sameeyey. iyo wa dircun, dircu min jarabin, cadha ka samaysan, dirac cadha ka samaysan iyo yacni cambuur haddii ilaahay kuu run yahay daamur ka samaysan ama naxaas laga sameeyey baa loo gelinay. taksiiru lmusalliina, ruux dadka ku tukanaya in la badiyo, cala lmayiti, ruuxii dhintay, dushiisa dadka ku tukanaya jamaacadii in loo badiyo. rawaa muslimun, wuxuu wariyey can caaisha radia allahu canha can nabiyi sala allahu calayhi wasalam qaala, nebigu wuxuu yidhi maa min mayitin, ruux dhintay ma jiro, ruuxaasoo yusallaa calayhi, dushiisa ay ku tukanayaan, ummatun, ummad oo min almuslimiina muslimiinta ka mida, ummaddaasoo yabluquuna gaadhaya, mi'atan, boqol gaadhayo, kulluhum dhammaantood, yashfacuuna lahu, ay u ergeynayaan, ilaa shuficuu, ilaa ergadooda laga aqbalaa, fiihi dhexdiisa ay u ergeynayaano ilaahay subxaanahu watacaala waa u dembi dhaafa. wa rawaa muslimun, wuxuu wariyey can cabdillaahi bni cabaasin radia allahu canhu, waxaa laga wariyey annahu maata, waxaa dhintay ibnun lahu, yacni annahu maata, waxaa dhintay ibnun lahu, yacni wiil uu leeyahay, ibnu cabaas uu dhalay, biqudaydin, meesha qudayd la yidhaahdo ku dhintay, amase bicusfaana, cusfaan buu ku dhintay. faqaaluu, wuxuu yidhi yaa kuraybo, waa mawlihii cabdillaahi ibnu cabaase, kuraybow, undur, fiiri, majtamaca lahu, dadka usoo kulmay, majtamaca lahu, cidda usoo kulantay ee min annaasi dadka ka mida, bal fiiri, dadka qabriga isugu yimi intay leeg yihiin. qaaluu, wuxuu yidhi fakharajtu, waan baxay, faidaa naasun, waaba iyadoo dad, qad ijtamacuu lahu, meydka iyo ilmahaa dhintay ay usoo kulmeen, faakhbartuhu, waan uga warramay, faqaala, wuxuu yidhi taquulu, ma leedahay, hum iyagu, arbacuuna, waa afartan. qaala, wuxuu yidhi nacam, haa, afartan ma gaadhayaan, haa, waa afartan buu yidhi. qaala, wuxuu yidhi akhrijuuhu, yacni meydka soo bixiya, fainii anigu samictu, waxaan maqlay, rasuula allaahi sala allahu calayhi wasalam, rasuulka ilaahay waxaan ka maqlay yaquulu isagoo leh maa min rajulin, nin ma jiro, ninkoo muslimin muslima, rajulkoo yamuutu dhimanaya, oo fayaquumu, ay istaagaan markaa, calaa janaasatihi, jinaasadiisii dusheeda ay ku tukadaan, arbacuuna rajulan, afartan nin, afartankoo, laa yushrikuuna billaahi, ilaahay aan la wadaajinayn shay-an, shayna aan la wadaajinayn, ilaa shafacahum allahu, ilaahay wuu ugu shafiicayaa, fiihi rajulkaa dhexdiisu, alle subxaanahu watacaala ugu shafiicaya. rawaa abu daa-uud, wuxuu wariyey watirmidi waxasanahu, can maalik ibni hubayra qaala, wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi waalihi wasalam, nebi maxamed wuxuu yidhi maa min muslimin, muslima jiro, muslimkoo yamuutu dhimanaya, oo fayusallii calayhi, dushiisa ay ku tukanayaan, salaasatu sufuufin, saddex saf,
oo min almuslimiina muslimiinta ka mid ah ilaa awjaba ilaa wuu waajibsaday ilaa awjaba lahu ljanna janna ayaa u waajibtay. qaala wuxuu yihi fakaana maalikun maalik ibnu anas, oo xadiiska warinaya wuxuu ahaa ida istaqalla hadday yaraadaan ahla ljanaasati janaasada ehelkeedii hadday yaraadaan jazaahum wuxuu u qaybinayay salaasata sufuufin saddex saf buu u qaybinayay lilxadiis, yacni xadiisku baqiye kaluu lahaa waa dheera. haddii marka dadka jamiica ay yaraadaan ayaguu kala qaybinaya marka saddex saf buu ka dhigay. an yaxmilahaa inay xambaaraan weeye jinaasadii iyo meydkii arrijaalu raggu duuna nisaa'i dumarka sukudeeda waxa meydka qaadaya waa raggii. rawa albukhaariyu wuxuu warinayaa can abi saciidin alkhudri radia allahu canhu anna rasuul allahi sala allahu calayhi waalihi wasalama qaal, nebigu wuxuu yidhi idaa wudicat iljinaasatu jinaasadii haddii la dhigo naxashkii la dhigo oo waxtamalaha arrijaalu raggiina ay xambaaraan calaa acnaaqihim qoorahooda iyo luqumahooda dushooda ay ku xambaaraan fa in kaanat saalixatan mid wanaagsan naf wanaagsan hadday tahay qaalad waxay leedahay qadimuunii i hormariya idadejiya idadejiya qabrigayga idadejiya wa in kaanat hadday tahay kayra saalixatin mid wanaagsan kayrkeed mid aan wanaagsanayn hadday tahay qaalad waxay tiraa yaa weylahaa shalaytadeedii hoogeedee ayna yadhabuuna biha xaggee bay la aadayaan war xaggee ku wadaan. yasmacu waxaa maqlaya sawtahaa sawtkeeda dhawaqeeda waxaa maqlaya kullu shayin shay dhammaantii ila alinsaana insaanka mooyaane insaanka waa laga qariyey. maxaa looga qariyey walow samicahu linsaanu insaankii hadduu maqli lahaa saciqa wuu miir doorsoomi lahaa waa suuxi lahaa. qofkii oo qaylinaya oo cabaadaya war meesha hay geenina war xaggaad igu wadaan war macdaab baad ii sii wadaan wuu suuxi lahaa qofka maqlaya. alisraacu in lala degdego biljanaasati janaasadii iyo meydkii in lala degdego israacan degdeg oo wasadan dhexdhexaad ah in lala degdego. rawa nasaaiyu wuxuu wariyey bisanadin xasan can cabdiraxmaan ibni yuunus. cabdiraxmaan ibni yuunus wuxuu ka wariyey qaala wuxuu yidhi shahidtu waxaan xaadiray janaasata cabdiraxmaan ibnu samura cabdiraxmaan ibnu samura jinaasadiisii saxaabigaas. wa kharaja waxaa soo baxay siyaadun baa soo baxay yamshii isagoo soconaya bayna yadayi sariiri sariirta horteeda, yacni naxashkii hortiisa isagoo soconaya siyaad kalena soo baxay waa nin madaxa. fa jacala rijaalun rag baa waxay gudagaleen oo min ahli cabdiraxmaan cabdiraxmaan ehelkiisii ka mid a iyowa mawaaliihim addoommadoodii ay xoreeyeen ka mid a yastaqbiluuna sariira sariirta inay qaabilayaan oo ka horjeesanayaan. naxashkii la siday halkii la rabay inay hor socdaan oo xagga u jeestaan bay gadaal gadaal iyo cirbaha intay u socdeen bay naxashkii ka soo horjeedaan, waxay leeyihin tartiib tartiib bay leeyihin. yastaqbiluuna waxay soo qaabilayaan oo ka soo horjeestaan asariira naxashkii wayamshuuna way soconayaan calaa acqaabihim cidhibahooda dushooda ay ku soconayaan gadaal gadaal bay u soconayaan. wayaquuluuna waxay leeyihiin ruwaydan ruwaydan baaraka allahu fiikum tartiib tartiib sada tartiib u wada allah idin barakeeye. fakaanuu waxay ahaayeen yadibuuna kuwa tukuba zabiiban tukubitaan bay tukubayeen, yacni socod yar oo dhuukina ayay dhuukinayeen. xataa idaa kunnaa markaanu ahayn bibacdi dariiqi almirbadi dariiqa mirbadka la yidhaahdo meesha mirbadka la yidhaahdo dariiqaas barhkii markaanu ahayn. mirbad waa mawdic shaam ku yaallo, marar badan aynu soo marno meeshii geela lagu iibin jiray. laxiqanaa waxaana soo haleelay abuubakrata nufeec bnu lxaaris saxaabiga la yidhaahdo calaa baqlatin baqal dusheed isagoo saaran falamaa ra'a alladii kii markuu arkay yasnacuuna ay samaynayeen ayuu xamala calayhim uu ku xambaaray dushooda bibaqlatihi baqashiisiibuu dushooda ku xambaaro baqashiibuu kusoo weeraray soo jirsiyey. wa ahwaa wuu u taagay ilayhim xaggooda bisawdi jeedalkiina wuu u baaciyey kuwii nacashka hortaagna ayuu baqashii kusoo eriyey jeedalkiina wuu u taagay wuxuu ka baydha. wa qaala wuxuu yidhi khalluu ka baydha fa walladii ilaahay baan ku dhaartay akrama wanaajiyey oo sharfay wajha abilqaasimi abilqaasim wejigiisa allihii sharfay baan ku dhaartay
لقد رأيتنا وحان يسرقنا أن سجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي لتشركيسا وإنا أن نقول لنكاد سجينا نرمل إنا نروح علينا بها أي بالجناسة الجناسة أن نروح علينا رملا نروح علينا أرض فانبسط القوم قوم كوافافين وواكل في ذين ودي سنة أن يقرين أصحابي سنة برايو ميت كوين للدك ديكو وفي الصحيحين وحفص عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حجة أسرعوا بالجناسة جناسة الذي دقا فإن تكو صالحة مد ونكسا هديتها فخير خير با تقدمونها أظهر مرنسان معايا لقبر قال الله يا روضة من رياض الجنة بير بيرها الجنة كمد وإن يكو هدويا سوى ذلك كاسمت كصوحر هدويا هنا فشر شر يا تضعونه كد جنسا عن رقابكم قورهين أن يمشي الراكب وفكي قاديد كسارنا وإنو صعدوا خلف الجناسة الجناسة قداشي يعني أن بلاس تميت كسيدي وإن وقدم بيا هدو يعني لكن أن أولوغين أيو إنو كسي هو رأي لب مالي روى الترمذي وقال حسن صحيح عن المغيرة بن شعبة وحال قوري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحيد الراكب متك جديد كسارني خلف الجناسة جناسة قداش يدو أحانا يو كدن بيني والماشي متك اللغين ينا حيث شاء ماشو دون منها من الجناسة جناسة حق إنو كسعونه أي مركز عوني والضيف لعلمه يرانا يصلى عليه دوشي سوى لغتكني فأقورما مركون نور القصود أو صودي أن لا يتبع الجناسة جناسة وإن الراعين والله راعين بما يخالف الشريعة الإسلامية شريعة الإسلام كوحق الأفصل روى مسلم الحوري في صحيح عن عمر بن العاص عمر بن العاص وحال قوري والحال هو يسقن في سياقة الموت يعني سكرات الموت كي أكتره فبكى يا عمر بن العاص يعني بكاء أو هتان أو ينبو أو طويلا أو دير وحول وريتيه ووشيدي وجهه وجهيسا إلى الجدار درب حق سوشيدي المه سيرين عيتوغين مويان يسقوا أو يمايودين عيكال درب وجهيست فجعل ابنه ويلكيس عبد الله بن عمر بن عاص باوحو بدقل يقول إنه ليه يا أبتاه أبها يوم أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي ميانك وبشارين بكذا أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي سوك وما بشارين بكذا سدا يا سدا قال وحي فأقبل وحي سوقا بليكسو تشيدي بوجه وجهي سوكسو تشيدي فقال وحي إن أفضل ما شيك وفضل بدني نعد أن ديار سنة شهادة أن لا إله إلا الله وتوحيدك إلى حق لغو عابد إلهي مبينا نشرين وأن محمدا نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي نبي إني كنت وحانها على أطباق سلاس على أحوال سلاس صدح حال دود دوشو ذا ينقص قلنا لقد رأيتني وحاني سأرقي وأن سقرني وما أحد روح يد آن نشرين أحدك أشد درا بغضا عرو لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلى الله عرو مني أنا حقي وقت أحواشي دي حال ذا يقول نرولة كمدة وحان قرن يقف نبي محمد يقن عبيد آن وشرين ولا أحب أكتيدا ولا أحب إلي أكتيدا لوقك القعيل بدنيا أن أكون إن أنا هذا غد استمكنت يعني مد مكان صدي منه حقيسا أو فقتلته آن دلو إن أنت كل يقول دلو وقت أنك يعني وحنك جعلان يشرين باي صامرت فلو موت هدان دمن لها على تلك الحال حالة دائدة عن كل دمن لها لكنت وحن نقول لها من أهل النار أهل النار كان كم يدنقول لها دنا النبي محمد نعب عن كل دمن لها أهل النار بان نقول لها بأصحابي وقت يدقال كاو كشكينا فلما جعل الله إلهي مركويا للإسلام إسلام لماذا مركويا في قلبي قد حديثا أتيت النبي صلى الله عليه وسلم نبي قانويمي فقلت حاني أبصد فدي
yamiinaka midigtaada fidiyo ii soo taag, fala ubaayicka aan kula mubaayicoodo, yacnii gacan ii soo taag aan ballan kula galee baan ku yidhi. Fabasada wuu fidiyey nebigu yamiinahu gacantiisii buu fidiyo soo taagay. Qaal wuxuu yihi faqabadtu waan laabtay yadii gacantaydii baan laabtay. Markuu nebigu gacanta soo taagay baan anigu gadaal u laabtay. Qaal wuxuu yihi maan laka yaa camru camrow maxaa kugu dhacay oo kuu sugnaaday? Qaal wuxuu yihi qultu waxaan yihi aradtu waxaan doonay an ashtarida inaan shardiyaysto shuruud inaan kula galaan doonay. Qaal wuxuu yihi tashtaridu bimaada maxaad shardiyaysanaysaa? Qultu waxaan yihi an yuqfara lii in la ii dambi dhaafo waqtigii gaalnimada dembigii aan galay wixii aan soo sameeyey in la ii dhaafaan ayaan rabaa. Qaala nebigu wuxuu yihi amaa calimta miyaadan ogeyn anna alislaama islaamku yahdimu inuu buriyo inuu dumiyo maa kaana qabla wixii isaga ka horreeya uu dumiyo baabiiyo wa anna alhijrata hijrada ilaahay dartii loo hijroodo dhulka gaalada laga hijroodo tahdimu inay yani baabi'iso oo ay dumiso maa kaana qablahaa wixii iyada ka horreeyey wa anna alxaja xajkuna yahdimu inuu dumiyo baabiiyo maa kaana qablahu wixii isaga ka horreeyey wamaa kaana axadun ruux ma ahayn axadku axaba ilaya agtayda iga kalgacayl badan min rasuulilaahi sal allahu calayhi wasalam rasuulka ilaah markii qalbigiisu iimaanka uu galay waay walaa ajalla wax ku weynina ma jirin walaa ajalla mid weynina ma jirin fii caynii indhahayga minhu xaggiisa nebiga wax igaga weyni ma jirin wamaa kuntu maanan ahayn udiiqu mid kara an amlaa caynaya labadeeda indhood inaan ka buuxsado minhu nebiga xaggiisa ijlaalan lahu weyneyn aan weynaynayo xataa si fiican uma eegi karay nebiga walow su'iltu haddii lay weydiin lahaa nebi maxamed an asifahu inaan idiin sifeeyo idiin tilmaamo abuurkiisi iyo sifaadkiisii maa adaqtu maanan karayn maan awoode maxaa yeelay liannii anigu lam akun maanan ahayn amla-u mid ka buuxsada caynaya labadeeda indhood minhu xaggiisa walow mutu haddaan dhiman lahaa calaa tilka alxaali xaaladda iyada haddaan ku dhiman lahaa la rajawtu waxaan rajayn lahaa an akuuna inaan ahaado min ahli aljanna ahlu jannaha inaan ka mid noqdo summa wuliina waxaa naloo dhiibay madaxtinimo iyo maamul ashyaaa shayaal baa naloo dhiibay madax nalooga dhigay maa adri aanan garanayn maa xaalii xaalkayga wuxuu ahaanaya fiiha ashyaada dhexdooda faida ana muto waatan meeshii haddiiba anigu haddii aan dhinto falaa tasxabnii yaana ila saaxiibin oo iraacin naa'ixatun mid barooranaysa walaa naarun dabnayaan layla raacin faidaa dafantumuunii markaadi aastaan fashunnuu yani shuba shaniga waxaa la yidhahdaa shayga ciidda in tartiib marba qayb la qaado tartiib tartiib loogu shubo fashunnuu shuba tartiib tartiib ugu shuba calaya dushayda aturaaba ciidda iyo carada shannan shubitaan summa aqiimuu ku nagaada xawla qabri qabrigayga hariirihiisa ku nagaado ila jooga qadra maa shay qadarkii oo tunxaru laga gowraco jazuuru neef geera qadar laga gowraco yuqsamu la qaybiyo laxmuhaa hilibkeedii la qaybiyo neefkaa geela maxaan sidaa u leeyahay xataa astaanisa bikum ilaa aan idinka weheshado oo wa andura aan fiiriyo maadaa maxay baan uraajicu bihi u celinayaa maadaa maxay baan uraajicu u celinayaa bihi maagaasba rusula rabbi rabbigay rusushiisa jawaabta malaa'igta aan u celinayo ilaa aan ka fiirsado waatay dee ilaahay yidhi yusabbitu allaahu aladiina aamanuu bilqowli asaabiti fi lxayaati اdunya wa fi lakhira wayudilu allaahu aldaalimiina wayafcalu allaahu maa yashaa qofka muminkaa jawaabta ilaahay waa ku sugayaa imtixaanka rabbigaa waa iyo waa rabbigay waa alle diintaydu waa islaam nebigaygu waa maxamed rawa bnu maaja wuxuu warinayaa bisanadin xasanin can abi burda ibn abi muusa alashcari qaala wuxuu yidhi awsaa abuu muusa alashcari baa dardaarmay radia allaahu canhu xiina xadarahu lmowtu geeridii markay kusoo xaadirtay faqaala wuxuu yidhi laa tutbicuunii hay raacinina bimijmarin dabqaad ama idiin hay raacinina kadabka yani marka guriga lagu kululeeyo qaaluu lahu waxay ku yidhaahdeen asamicta miyaad maqashay fiihi yani dabqaadka miyaad ka maqashay shay-an shay qaala wuxuu yihi nacam min rasuulilahi sal allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay baan ka maqlay ma wanaagsane waa calaamad xun oo tafaa'ul xun weeye
نار هاي راعينينا ويستحب وحال لو سنيا للمشيع الجنازة الجنازة ذاتك الراعي إيساقوتيني أن لا يجلس إنا نفرسا قبل وضعها جنازة إنتان لديكين كور. ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة الجنازة مركز ركتان فقوموا استاقا هذا إذن كسوا بحضا وحق المركي ورجري فمن تبعها روح الراعة فلا يقعد يا نفرسن حتى توضع جنازة إلى رولك اللذين. لكن حديث علي بن أبي طالب أنه من دونا إن مركي دم النبي وسكفر يست. وفي صحيح مسلم عن واقد بن عمر بن سعد بن معاذ أنه قال أحولي رآني نافع بن جبير باي أركي والحال نحن أن نقن في جناسة جناسة نقصها النهي غائما متاقا حالا نهي وقد جلس يسوى فلسط ينتظر حال سوي أن توضع الجناسة جناسة إلا لقلولك. فقال لي أحولي ما يقيمك محاك إستاجيي محاك جوجيي فقلت وحانلي أنتظر وحان سوية أن توضع الجنازة الجنازة إن لديكو رولك لديكو لما أي لأجل ما كيدرتي يحدث أبو سعيد الخدري ونوشيك وحديثك المركض ويدن سومريني. فقال نافع باوحولي فإن مسعود بن الحكم فإن مسعود بن الحكم ننك ليحدثني وحويشيكي عن علي بن أبي طالب وحويشيكي أنه قال نويري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي باستاقي ثم قعد أبو فلسطين مركي دنبنا مركي حكم كاسي جوا منسوخ بمركي قوة ذا رواية ذنب الدعاء دعاء اللو دعين الروح ميت كان إيو الاستغفار دمداف ضلبك إلهي دمداف اللو ويديني للميت الروح لنت. ففي الصحيحين وحكوصوا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى وحو نبي وكور رمي خبرك جريديس اللهم صحابة وحو قور رمي أن نجاشية بقر كي نجاشي الأورنجري أصحاب الأورنجري صاحب الحبشة حبشة صاحب كودها في اليوم مالك يدحدي صوغ ورمي النبي الذي مالك ومات فيه مالك يدحدي صولت. وقالوا حلي استغفروا دم داف ويدية وضلب لأخيكم ولكن إلهي دم داف ويدية أن يثني عليها يعني تناسد يميت كي لنتيدوش إذا إن لقوا أمانه بالخير خير لقوا أمانه إن كانت أهل الإهل هذيوتا للصناعة أمانتي هذي إهلوتا روح ونكسنا دو يهي خير كي وناك إن لقوا أمان. ففي الصحيحين وحكوصوا عن أنس بن مالك يقول أنس بن مالك وليه مروا وحي صومري النبي بجناسة جناسة يقفل طيب صومريين ميدن حسارة فأسنوا عليها خيرا خير بيكو أمانين روح ونكسن بوها روح عبادة بضن بوها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي قحري وجبت ويواجبتي ثم مروا وحي صومري بأخرى متكله فأسنوا عليها شر شر بيكو أمانين فقالوا حري وجبت ويواجبتي. فقال عمر بن الخطاب وحري ما وجبت محا واجبي قالوا حري هذا كان أصنيتم عليه دوشي صوحاتكو أمانتين خيرا خير باتكو أمانتين فوجبت له الجنة الجنة أي واجبتي لأن الجزاء من جنس العمل. وهذا كان أصنيتم عليه شرا شر باتكو أمانتين فوجبت له النار نار بأواجبتي أنتم إذنكم شهداء الله مرقاتياش إله باتهين في الأرض الذي حيث قصوا. وفي رواية للبخاري وحوصنا ذي عن أنس بن مالك قال وحولي مر وحال سومري على النبي صلى الله عليه وسلم نبي قدوشيسا بجناسة جناسة يميد بالسومري فأسنوا عليها خيرا خير بيكو أماني فقال وحولي وجبت ويواجبتي ثم مر وحال سومري هدنا بأخرى متكلي فأسنوا عليها شرا شر بيكو أمانين أو قالوا حلي غير ذلك كا يعني غير كي وناقا وحانهين بيكو شيء. فقالوا حلي وجبت ويواجبتي فقيل وحلي يا رسول الله رسولك إلهي قلت لهذه مدة قلت لهذا كم وحاد كتري وجبت ويواجبتي ولهذا كاسن وحاد كتري وجبت ويواجبتي. قالوا حلي شهادة القوم قوم كمرخاتي قوذو ها مقبولة مثل أقبل يوي المؤمنون مؤمنين
شهداء الله مرقاتياش إلهي وهي في الأرض الذي لحيه ذا قصبنا مرك وحي روح أو قمر قاتك عان مرقى سا إلهي وقبنيا أن يقول وإن يجاهدوا الذين كوي يدخلون الميت ميتك قلني قبره قبره سجلني روح قبره ميتك لغايا وإن يجاهدوا بسم الله وعلى سنة رسول الله بسم الله وعلى سنة رسول الله أما وعلى ملة رسول الله وإن ربنا كدوك الله قدره رواه أبو داود وحسنه الألباني عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت ميت كمركوده في القبر قبر قدحيس قالوا حرني بسم الله مقع إلهي بانكوده وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة النبي محمد شهدنا وانكوده أنه وافق صن تذكير الحاضرين كوة جناسة يميت كسو حاضرين لوانيو يو المشيعين كو يميت كسو قلبيه بالموت لمشهد يجير ذا قبر قدوش يسعين لقوانيو يوما بعده وما بعد الموت يجير ذا وحكى الضنبي روى أبو داود حوري وصححه الألباني عن البراء بن عاصم رضي الله عنه قال حوري خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نبي قال لشركي سان صوبحنا في جناسة رجل نين جناسة أو من الأنصار أنصار كميدا فانتهينا وحان قصور ربطوناني وأن سوقاني إلى القبر قبر حق سيبا نسوقاني ولما يلحد يد قبر آن لإيلين ولي إيلك آن لو سمين فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلى فريستي قبر دوشيس وجلسنا أنه نوان فريستني حوله هريره سان فريستني مركزتك الوعدي سسر دواذا فريستا وكأن على رؤوسنا الطير وحاد مودا مضحيضة يدشو ذا إنشن برأي قصوا انتهي دقنانتا يخشوع ذا أي خشوع سيهين وفي يده نبي قعنتي سنوحا قصوا عود قريبا قصوا والتمرات بو نبي انت بدن قادن شري عودكو ينكتو مدمدا في الأرض أرلدا دحليدا لولكو كحر حريقيا فرفع رأسه مدحيس وكر قاد النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا حلي استعيذ بالله من عذاب القبر إلهي كما قنقل عذاب القبر كما قنقل مرتين أو ثلاثا صدح لبتشير أما صدح جربوي ثم قالوا حلي إن العبد المؤمن أدونك مؤمن كاهي إذا كان مركوي في انقطاع قوئتان لحدي أو من الدنيا حق إذا أو كقوئي يو إقبال وفي إقبال قابلتان حق يدو من الآخرة آخرة حق يدو قابل يو ساعدها النلوشي سأود بيا نزل وحاسودك إليه حق ملائكة الملائك بأسودك من السماء الصمد حق يدو أسودكان ملائك تاسو بيض الوجوه وجيدو ذو أي عدعديهين كأن وجوههم وجياشو ذو حاد مودا الشمس قرح بعد مداسدة ملائكة أيوب افتيميا معهم لشركوا ذوحا كفنوا من أكفان الجنة جنة كفن تي ذا كمدة جنة كفن يكسو قادين بيسدا إنه دس عادي إنه كف منا لكن كفن تن ملائكة أيسدتو إنه مم وقتو وصلي كتشتا وحنود يعذر من حنود الجنة جنة على رد ذا كمدة حتى يجلسوا إلى أي فلسطان منه من الميت ميت كأي فلسطان مد البصر القبطن أي فلسطان ثم يجيء حائمان يا ملك الموت ملك موت كي بايمان يا عليه السلام ملائكة تقول ويقلب نساء أسقى اللورن يا بركة السؤال فلسطو شقد هذا قبس حتى يجلس إلى أي فلسطو عند رأسه عند رأس الميت روحي لمن يأكتس مدحيس أكتس فيقول مركاسو أورنيا أيتها النفس الضيبة يعني نفتا دم وناكسني أخرجي صباح إلى مغفرة دم داف حقي صباح دم داف كاسو من الله إلهي سبحانه وتعالى حقي كاهر يو الرضوان رالي أهانشو إلهي ورالي كاية حقي ذا صباح قالوا حلي فتخرجوا ويصباح إساء قيب وكتك يا رواية أوقاتي يعني فتخرج ويصوب حساب روح دي بصوب حساب كأدي يبي يعني
نفحتي مسكين وجدت على وجه الأرض يدو عرف مد وقود قوم بدن ودول كدوش يستلقى هلا أي صوب حيس تسيل يعني يدو برقنيسا كما تسيل القدرة لبعض يعني سيدي أصوب برقتوك من في السقاء السبرار كأفكيسا يعني ويلك أفك حدنا بيها لغشوي مرك حريق لغفره سيدا بيوها أيوة صوب القضان وكل فيأخذها مركاسو قبل يا ملك موت كي بالروح دي أرواح دي النفطي قفك مؤمن كهاب قبل يا فإذا أخذها مركو قبتو لم يدعوها يعني كما تغيان لم يدعوها ومدينيان في يده قعنتي ملايك تكلام مركي بحلك كالوريقس ظرفة عين البرقس كلية قعنتي ومدينيان حتى يأخذوها إلى أي كقاتان فيجعلوها وحيكية ليا في ذلك الكفن كفنتا يدا بكية ليا وفي ذلك الحنود يعلى الكاس يعني مركاس كية ليا ويخرج بحيا منها يعني روح دي حق دي نفتي بروح دي حق جس عجز كبعيس يدا مركاس شيء كوقوق روح لبدن مركا صمد إلا آديان samadi marka laga furo waa kuma waa hebel hebel magciisi ugu qiimo badan baa lagu yeeraya markaas ilaahay oranaya doonkan ku ciliya meeshiisi marka ka bacdi ba halkan dambe ay imaanays wa yakhruju bahya minha yani haji wa yakhruju bahya minha an nafta hajidi malagi ba marka uu imaanayo xoolanaya amalkiisi ba uu imaanayo xoolanaya abshir billadi ki ku bishaareeso ya surruka ku farax gelinaya هذا كان يوم كمال كاجوي الذي مالك وكنت أذهيت عد مثل لو يبوه فضل بالذي كيك بشاري صي صرك كفرح قرنية هذا كان يوم كمال كاجوي الذي مالك وكنت أذهيت عد مثل لو يبوه فيقول حورنية له يعني حورنية له للرجل إنك لسوسري وحقورنا يا من أنت ذو كمات وعمل كيسي اللسوسري فوجهك وجهك والوجه وجه وي وجهك سيجيء بالخير خير ليمي وجه خير ليمي بعض الأكتان فيقول وحقورنا يا أنا عملك الصالح وعملك كاقي ونكسنا بانه فيقول مكاسورنا يا روحي مؤمنك ربي يا ربي ربي يوم أقم الساعة ساعة الرد قيامة الرد قيامة الاستاجي حتى أرجع إلى أن لابتو إلى أهلي ومالي أهل كي يحوله أن لابتو قالوا حري وإن العبد الكافر أدونك كافرك أدونك قالك إذا كان مكوي في انقضاع قويتان لحدي وكسوي من الدنيا أدوية وكقوية وإقبال وفي إقبال قابلتان لحذين وكسبي من الآخرة آخرة وقابلية نزل وحاسود لي إليه حديث من السماء سمد حقه وحاوسود لي ملائكة ملائك باوسود لي ملائكة سود الوجوه وجيدود أي مدمدويهين معهم لشرك وضوح هذا المصوح المصوح مريق اللفسا وعذك بأحد فيجلسون ويفرسنيا منه أي من الميت روحي لمن يوحي فرسنيا مد البصر إلى القبط بيفرسنيا ثم يجيء وحاو إيمانيا ملك الموت ملك جيردا وإيمانيا حتى يجلس إلى وفرست عند رأسه مدح لسأكتيسا فيقول حرنيا أيتها النفس الخبيثة نفيا يحني أخرجي صباح إلى صخد عرق من الله إلى حقك هاتي وقض من عرق أصاب إله إلى قوع رسل قالوا حلي فتفرقوا يعني والك لقيني نفتي با عرس فتفرقوا يعني وحالوك لقيني نفتي في جسدي جدك سنحنس فينتزعها مركز كسيبا يا نفتي كما ينتزع سيد اللوسيبا السفود يعني برتي من الصوف المبلول يعني عضبي دوقة هاسد اللوغسي ما
marka cudbiga duuga la sameynayo waxaa lagu garaacaa mir baa lagu garaacaa joodarada iyo inta waagii hore cudbiga marka laga sameeyo marada inta laga jeexaa marka bir lagu garaaci jiray ama sufuudka waxaa loo jeedaa birta hilibka marka la solayo lagu waxeeyo marka hilibkii iyo birtii baa la kala saafay min asuufi lmabluuli yani suufkaas duuga ee baaliyoobay fayaakhudahaa markaasuu qabanayaa faidaa akhadahaa markuu qabtay naftii ka qaado lam yadacuuhaa yani kama tegayaan uma daynayaan fii yadihi gacantiisa dhexdeeda darfata caynin ilbiriqsi keliya uma daynayaan xataa yajcaluuhaa ilaa ay ka yeelaan fii tilka almasuuxi yacnii dharkaas qalafsan ilaa ay ka yeelaan wayakhruju uu soo baxayaayo ruucdi baa ka soo baxaysa minhaa ay min aljasadi ka'antani riixi jiifatin yacnii bakti urtiis middii ugu qarmuunayd ayadoo abay soo baxaysa oo wujidat la helay calaa wajhi alardi arlada dusheeda laga helay sidii neef bakti oo kale fayascaduuna bihaa waxay la fuulayaan ruuxdii way waxay la fuulayaan xagga samada falaa yamuruuna bihaa ma soo marayaan calaa mala'in jamaaco oo min almalaa'ikati malaa'igta ka mid ah ilaa qaaluu waxay odhanayaan maa haada aruuxu alkhabiisu ruuxdan xun war naftan xun ee maxay tahay ayay odhanayaan fayaquuluuna waxay odhanayaan malaa'igtii iyagoo u jawaabaya waa fulaan ibnu fulaan waa hebel hebel biaqbaxi asmaa'ihi allatii waa meeshaynu ka dareenay inuu qeyb ka tegay biaqbaxi asmaa'ihi magacyadiisii kuwii ugu xumaa bay ugu yeedhayaan allatii taasoo kaana u ahaa yusamaa biha mid lagu magacaabay fi dunyaa adduunyada magacyadii ceebta ahaa uu ka xanaaqi jiray bay ugu yeedhayaan xataa yuntahaa bihi ilaa lagula soo reebtoonaado ila asamaa'i dunyaa samadan dhow ilaa lagula soo reebtoonaado fayustaftaxu lahu waa loo furitaan dalbayaayo malaa'igtii baa waxay odhanaysaa samada naga fura falaa yuftaxu lahu loo furi maayo suma qara'a wuxuu aqriyay rasuulullahi sal allahu calayhi wasalam laa tufataxu lahum abwaabu samaa loo furfuri maayo albaabada samada walaa yadkhuluuna aljannata jannadana ma gelayaan xataa yalija aljamalu awrkii ilaa uu galo fii sami alkhiyaadi irbada daluulkeeda ilaa uu galo fayaquulu allahu casa wajalla marka tan oo kale maxaa la dhahaa waa tacliiqu alxukmi bilmustaxiil irbad daluulkeeda awrma geli karaa may saasuu kale waa marka weligeed loo furi maayo fayaquulu allahu casa wajalla ilaahay baa wuxuu odhanayaa uktubuu qora kitaabahu kitaabkiisa waxaad ku qortaan fii sijiin sijiin meesha la yidhaahdo oo toddobada arlo meesha ugu hooseysa ama fii sijiin kitaabka sijiin la yidhaahdo oo shayaadiinta iyo gaalada iyo fusuqada camalkooda lagu qoro oo ibliis iyo yani markaa lagu qoro dhaqankooda sijiinkaasoo fil ardi suflaa arlada hoose yani markaa dhexdeeda ahaado fatudraxu waa lasoo tuurayaa waa lasoo shalminayaa ruuxuhu ruuxdiisii baa lasoo tuurayaa samadaa laga soo tuurayaa darxan tuuritaan suma qara'a wuxuu akhriyay nebigu waman yushrik billaahi ilaahay ruuxii u shirki sameeya fa ka'annamaa waaba isagoo khara ka soo dhacay min asamaa'i samada xaggeeda oo fatakhdafuhu ay dafeen addayru shimrihi oo amase tahwi bihi ay yani markaa ku tuurtay arriixu dabayshii fii makaanin saxiiqin meel fog dabaylihii ay ku tuureen fatucaadu waa lagu celinayaa ruuxuhu ruuxdiisii baa lagu celinayaa fii jasadihi jidhkiisa dhexdiisa lagu celinayaa qabrigii baa loo soo celinayaa wayaatiihi waxaa u imaanaya malakaani laba malag baa u imaanaya fayujlisaanihi markaasay fadhiisanayaan way soo fadhiisanayaan fayaquulaani lahu waxay ku odhanayaan man rabbuka rabbigaa waa kuma fayaquulu wuxuu odhanayaa haah laa adri ma garanayo erxuuska ka dhawaaqaya ma garanayo ciyaadan billah fayaquulaani lahu waxay ku odhanayaan maa diinuka diintaadu maxay ahayd fayaquulu wuxuu odhanayaa haah laa adri fayaquulaani lahu waxay ku odhanayaan maa haada arrajulu ninkaani muxuu ahaa alladii rajulkoo bucisa fiikum dhexdiina laga soo bixiyey bucisa lasoo saaray fiikum dhexdiina laga soo saaray fayaquulu wuxuu odhanayaa haah laa adri
فينادي وحان رواقي ينادي المد رواقي ومن السماء السمد حق إذا كان رواقي أن كذب بين بوشري أدو كيبي فأفرشوا له وقبلا من النار نار حق إذا وقبلوا وقبلوا وكيل وافتحوا أفرا له إساق بابا الباب أفرا إلى النار نار حق إذا وغفرا عياذا بالله فيأتيه وحاو إيماني من حرها كليل كيدي يوسمومها هم في يدي باو إيماني ويطيق وحال وعيريريا عليه دشيس قبره قبر إيسا لوعيريريا حتى تختلف إلى إسخلافان فيه قبر إيسا أضلاعه فيريه إلى إسخلافان قبر إيبا كر إيهوس ليسوكينيا ورقاسا فيروه سيدنا مركل يسقط دبوره ليسقط ربحه وفعله إسلافه وياتيه وحاو إيمانا يا رجل نبا إيمانا يا قبيح الوجه وجهه سوحنه فالح مقابل كسي سورة صيحنت قبيح الثياب نركي سوحنه منتن الريح أرتي سوحنه قرمون تايبا إيمانا فيقول حرنا يا أبشر بشار إيسو دميرك لقد لي أبشار بشتي بالذي مدك كوب بشار إيسو يسوءك كحمين يا وحال كفر حين كوب بشار إيسو هذا كان يوم كمال كالوي الذي مال كنت أضحي توعد مثل لو يبوه فيقول حرنا يا من أنت أذوب كماتا فوجهك وجهك الوجه وجهي وجهك سو يجيء بشر شر لي مي خير ما تكينين روح باتا شربات يلتي من شربات وضاي كماتا فيقول حورنا يا أنا عملك الخبيث أنا عمل كاقي حمابانا فيقول حورنا يا ربي يا ربي ربي لا تقم لا تقم الساعة ساعة قيامها استاجنين ساعة استاجنين ولي وقت بائي هري إلهو إبن بادي ساسو عرنه ودي وقت أنا على الشرم قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها آداب تعصية تعصية آداب تيري التلفظ إن لقو قوله روحي مركا لو تعصيينيو بالمأسور أحاديثتي وحي لو سوقوريي ما أمكن وحي صورت قلي قفكو وقرن ياما وحي بدسانيا روى مسلم وحوري عن أم سلمة رضي الله عنها وحكوري قال روحيت لدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة نبي محمد بأبي سلمة وصو قلي والحال قد شق بصره إنه سيئو تاغي فأغمده مركزه إنه سيئو تبيي ثم قال روحي إن الروح نفتع إذا قبض هدير لقب دودو الله أفسده تبعه وحار البصر أرقى يارها فدج وحاقي ليو نواقي ناس ضد بعض واقعه من أهله أهل كيسة كمدة فقالوا حولي لا تدعوا على أنفسكم نففياشي إنها كوها بارنا هو يرين إلا بخير لخير مويا معايلة فإن الملائكة ملائكته يؤمنون وحي أمين سنيان وأمين إليهين على ما تقولون وحاتكو قولي ساندوشيسا يعني وحاتكو قولي ساندوشيسا أي أمين دين لاذا ثم قالوا حولي اللهم اغفر لأبي سلمة أبي سلمة الله دم داف وارفع درجته درجتي سنة إله كوريال في المهديين كويها من سنة لحدودا وخلفه الله باقيال في عقبه علم دميسكي سنة في القابرين كوى حري لحدودا علم دميسكي سنة فرع إله غير واغفر لنا الله نود مداف أنك إيه وله إسقا يا رب العالمين ربي قومك أبو ارتيو وافسح له الله واسع في قبره قبر إيسا ونور له الله يعني نور فيه قبر إيسا لحيس الله نور استحباب صنع الطعام لأهل الميت إن سنته ذاتك لقد انتي إن يقع عمت الله الصميعيو إن يقع عمت الله الصميعيو إن يقع عمت الله الصميعيو روى أبو داود وحسنه الألباني عن عبد الله بن جعفر قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوري اصنعوا سمايا لآل جعفر رير جعفر وحادو سميسان دعاما عنتو فإنه أرق يشاني وحوري قد أتاه محاويمي أمر أرن باويم أرن كاسو شقاله مشقوليي ما
masiibo mashquulisay oo qalbigood iyo dareenkooda wax ka bedeshay, yacni ayaa yacni ku dhacday cunto ha loo sameeyo, ha la sabirsiiyo, dhibta ha lala qaybsado oo ha laloo siiyo. almasxu masxitaan calaa ra'si alyatiimi, agoonka madaxiisa la masxo, madaxa loo salaaxo, iyo wa ikraamihi, agoonkii in la karaameeyo oo la maamuuso. rawaahu axmed min sanadin saxiixin can cabdillaahi bni jacfar radia allahu canhu qaala, wuxuu yidhi low ra'aytanii, haddaad arki lahayd aniga iyo wa qusama iyo wa cubaydallaahi ibni cabaasin, labadii ilmo cabaas ahaa, walxaal naxnu annaguna sibyaanun caruur aanu nahay oo nalcabu aanu ciyaarayno, id waqti mara nabiyu sal alla lay wasalam, nebigu uu soo maray calaa daabatin, daabad dusheed iyo gaadiid isagoo ku sugan, faqaala wuxuu yidhi irfacuu haadaa ilaya, kan ii soo koryeela, kor igu soo qaada. qaala wuxuu yidhi faxamalanii, wuu ixambaaray nebigu amaama hortiisu igu qaaday, wa qaalanii qusamin, qusamna wuxuu ku yidhi irfacuu haadaa ilaya, kanna ii soo koryeela, fajacalahu wuxuu ka yeelay waraa'ahu gadaashiisa, wa kaana cubaydullaahi, cubaydullaahi wuxuu ahaa axabba, mid loo kalgacayl badan yahay, ilaa cabaasin, cabaas xaggiisa, min qusama, qusam baa looga kalgacayl badnaa. fama staxaa, kama aanu yani maanu xishoon, min camihi, yani adeerkii nebigu salawaatullahi wasalaamu calayh, an xamala qusam, yani an xamala inuu xambaaray, qusaman, qusam inuu xambaaray, oo wataraka uu ka tegay, macnaha kama xishoone, caruurtii intii yaryareed buu qaaday. qaala wuxuu yihi suma masaxa, wuxuu masaxay nebigu calaa ra'sii, madaxayga, cabdullahi bin jacfar oo dee agoona aabihii uu dhintay, salaasan, saddex jeer buu masaxay. wa qaala wuxuu yihi kullamaa masaxa, markuu masaxaba, allaahuma akhluf jacfaran fii waladihi, jacfar ilaahu baaqiyeel, ilmihiisa allow u baaqiyeel. qaala wuxuu yihi qultu licabdillaahi, baa waxaan ku yidhi maa facala qusamu, qusam muxuu sameeyey? qaala wuxuu yihi istushhida, wuu shahiidoobay. qaala wuxuu yihi qultu, waxaan yidhi allaahu aclam, ilaahay baa og bilkhayri, khayrka og, wa rasuuluhu, rasuulkiisa ayaa og bilkhayri, khayrka. qaala wuxuu yihi ajar, nacam. sababta uu qaadi waayey ma shahaadadaas, haddii ilaahay kuu run yahay shahaadadaas miyaa, haddii ilaahay kuu run yahay. markaasuu wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisa ogo khayrka iyo samaha iyo wanaagu siduu ku jiro alle iyo rasuulkiisa garanaya, ayuu yidhi. wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab, wa aclam wa billaahi tawfiiq.